مساء الخير ضيف علامات استفهام لهذه الليلة دكتور وفيق مصطفى رئيس الجالية المصرية في بريطانيا وعضو حزب المحافظين البريطاني. طبعا نقاشنا مع دكتور وفيق مصطفى هذا المساء يجول ويدور حول استحقاق قادم في بريطانيا للانتخابات البلدية الانتخابات المحلية في هذا البلد. ونتكلم مع دكتور وفيق مصطفى بصفة ناشط مصري وناشط بريطاني وسبق له أن خاض غمار الانتخابات البرلمانية سابقا عن منطقة ليفربول أعتقد. دكتور وفيق مصطفى أهلا وسهلا بك. أهلا بك. طبعا الانتخابات يعني خلال شهر أيار مايو المقبل. نعم. هناك كلام كثير حول ضرورة اشتراك العرب في هذا المجال وأسئلة كثيرة حول دور الجالية العربية في هذه الانتخابات. الجالية العربية موجودة وهي ناشطة في أمور يعني بالسياسة ناشطة عربيا لكن لا يبدو أنها قد استطاعت الاندماج في المجتمع السياسي البريطاني ونشطت في العمل السياسي العام. بصفتك عضو في حزب المحافظين المعارض حاليا كيف تفهم أن يعمل ناشط عربي طبيب مصري رئيس الجالية المصرية في حزب بريطاني؟ هو بالحقيقة بالنسبة لي شخصيا أنا عضو في حزب المحافظين من 17 سنة. هو جزء من أنا غاوي سياسة وحب أتعلم السياسة وخاصة أن إنجلترا هي بلد اللي ممكن أو زي فرنسا بلد الواحد يتعلم الحياة الديمقراطية ويتعلم إزاي يخدم الناس. وأنا حسيت أن لازم أندمج مع الشعب أندمج مع الدولة التي أعيش فيها التي أعمل فيها التي أستفيد منها وأفيدهم بخبرتي كذلك. فهي يعني أنت مفيدة من ناحية في هذا الإطار منذ 17 عاما. كيف حصل أنه دكتور وفيق مصطفى اقتنع بضرورة الاندماج في عمل عام في بريطانيا ولا يبدو أن هذا الأمر منسحب على أغلبية الجالية العربية في هذا البلد؟ هو الحقيقة لأن اللي خلاني أندمج في العمل العام لأني أساسا بحس أن أنا لي عقلية لحد ما سياسية اجتماعية من الشبابي، فبالتالي ده كان تطور طبيعي في حياتي الشخصية وده اللي خلاني أن أنا أندمج في العمل العام. ولحد كبير دخول حزب المحافظين في حد ذاته كان صدفة لأنه بدأ من خلال العمل العام عندما كنت عضو في مجلس العفو على المساجين في هيئة السجون البريطانية ولأول مرة كنت أتعرض كانت لإزاي الانقسامات الحزبية العمال والمحافظين كان المحافظين في السلطة كانت ميسيس تاتشر رئيس الوزراء في ذلك الوقت. نعم. فهذا هو اللي بدأني وخاصة ابتديت أقرأ حاجات كتير حسيت إن إحنا عندنا نواقص وما كانش ممكن أتعلم هذه النواقص من غير ما أخوض تجربة حقيقية عملية في الحياة السياسية وهي في بريطانيا وأعتقد أن أنا وفقت لحد كبير. طيب في حزب المحافظين هل نشاطك كعضو في هذا الحزب هو نشاط فردي أم أن هناك مجموعة العرب في هذا الحزب ويعني تنطلق من منطلقات شوي ثقافية إثنية سياسية لها علاقة بالجالية؟ هو الحقيقة أنا فوجئت يعني بحضر مؤتمرات حزب المحافظين الكونفنشنز السنوية اللي بيكون فيها حوالي 2,000-3,000 شخص نادر ما تلاقيت واحد مصري أو عربي ودي كان بالنسبة لي مؤلمة إن الطوائف الأخرى الهنود الباكستانيين حتى الأفريقيين الصينيين لهم تمثيل إحنا ما لناش تمثيل خالص. كيف تفسر ذلك؟ أنا أعتقد إن التفسير دوت هو نوع من الثقافة نوع من الباك جراوند بتاعنا الخلفيات بتاعتنا احنا جايين من مجتمعات مغلقه من مجتمعات فيها الاندماج في العمل السياسي معناه انك انت بتجني على نفسك انك انت بتجيب مشاكل انك انت ممكن الحكومه او اجهزه الدوله بتتابع الشخص ولحد ما بتتابع الاشخاص حتى في الخارج. يعني احنا الطائفه العربيه الوحيده في العالم اللي بتتابعها على كده. دكتور وفيق مصطفى انه حتى الناشط العربي في بلده سواء عبر تجمعات سياسيه او حزبيه او حتى حكوميه او معارضه يكون ناشط في بلده عندما يعني يهاجر الى بلد اخر كبريطانيا
يعني يعيش وكأنه مواطن غريب أجنبي يسعى إلى الحصول على الجنسية لكنه غير مؤمن بالعمل العام وبالاندماج بالعمل السياسي، يعني ما هي يعني كيف تفسر الفرق في السلوكيات العربية عنها عن السلوكيات الهندية والباكستانية وحتى كما قلت الأفارقة أيضا؟ هو السلوك الهندي بيختلف عنه لأن احنا موقفنا من التاريخ نفسه، وأقصد التاريخ هنا الاستعمار. بالمناسبة مصر عمرها ما كانت دولة مستعمرة بالإنجليز، هي كانت تحت الاحتلال البريطاني وتحت النفوذ البريطاني، ولكنها لم تكن مستعمرة، ما كانتش كولوني. وبالتالي إدارة مصر في أثناء التأثير البريطاني كانت تيجي من خلال وزارة الخارجية وليس وزارة المستعمرات زي الهند. فالهنود تصرفوا تصرف غيرنا، يعني غاندي لما طلب الاستقلال استمرت الإدارة البريطانية في الهند عدة سنوات حتى كان هناك كوادر أنها بتاخد منها. بالنسبة لنا احنا عملنا قطيعة كاملة، وبعدين في نفس الوقت الأطفال والشباب لما دخلوا المدارس علموهم الكراهية، علموهم سلوغانز عادة ما لهاش أساس، وأنا واحد منهم، أنا واثق وأنا طفل تعلمت هذه الأشياء. فأنا بعتقد أن احنا طريقة التعليم نفسها وطريقة المعلومات اللي بتتحشر في دماغنا هي أساس المشاكل، إن إحنا مش عارفين نتأقلم لا مع البلاد اللي إحنا جايين منها ولا مع البلاد اللي إحنا ضيوف فيها أو أصبحنا. طيب من خلال عملك السياسي في حزب المحافظين البريطاني، هل حضرتك على تماس مع الجالية العربية في نقاشات تدعو هذه الجالية للمشاركة أكثر وأكثر في العمل السياسي؟ وما هي ردود هذه الجالية؟ كيف تجيب؟ كيف تبرر تقاعسها في هذا الشأن؟ أنا على اتصال، أعتقد على اتصال لحد كبير على درجة عالية بالناس، وحتى ما كنت في نوتنغهام، ما كان لي عيادة في نوتنغهام على بعد 200 كيلومتر شمال لندن من 10 سنوات، كنت على اتصال. فدلوقتي أنا عيادتي في لندن فعلى اتصال أكتر. أنا بقدر أقول إن إحنا لم نعالج هذه النقطة، والناس عندها أبثي، ما عندهاش استعداد إنها تعمل مجهود، لأن عشان تدخل في السياسة لازم يكون عندك مجهود، لازم يكون عندك استعداد، لازم يكون عندك احترام لحقوق الإنسان، احترام للديمقراطية، تفهم للأمور، والواحد يغير أفكاره. الواحد ما يقدرش يعيش بأفكاره القديمة في دولة أوروبية لها أفكار. وبعدين في كمان عندنا مشكلة، إن احنا بعتقد في ناس بتبصلها على انها رزق، كسب الرزق، الرزق ان هو بياخد مرتب او عنده نوع من الامان الاجتماعي لو كانش بيشتغل او غيره او مريض، وهذا هو ما يتوقفه، مش عايز يتدخل، يعني يبقى جزء من نسيج هذا الشعور دائما انه اقامته مؤقته في هذا البلد. ودي مشكله كبيره عندنا، ان احنا دايما الواحد يبقى بقاله 20-30 سنه